أطلق صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع دينار صدقة، وكذلك الشراكة مع شركة زين بإطلاق خدمة التبرع بالدفع السريع. نعم، وفي هذا الشأن أشار السيد خالد علي القحطاني رئيس تنمية الموارد بصندوق الزكاة والصدقات خلال نشرة إخبارية سابقة، أشار إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي والتعاون والتراحم بين أفراد المجتمع، وهي صفات متأصلة في المجتمع البحريني، وقد أولتها مملكة البحرين عناية بالغة إدراكا منها بدورها البارز في تحقيق الاستقرار والرفاه والعدالة بين جميع أطياف المجتمع. بالشراكة بين صندوق الزكاة والصدقات وشركة زين، تم إطلاق خدمة التبرع بالدفع السريع عبر قنوات شركة زين الإلكترونية، وكذلك أعلن صندوق الزكاة والصدقات عن مشروع دينار صدقة، حيث تم توفير أجهزة الدفع الرقمية واللي تم توزيعها على العديد من المواقع والمجمعات التجارية في مختلف مناطق المملكة. ويجمع هذين المشروعين تبسيط وتسهيل عملية التبرع ودفع الصدقات وتنويع قنوات الدفع عبر منصات رقمية ميسرة، وهذه طبعا بالإضافة إلى القنوات الأخرى اللي وفرها الصندوق للتبرع، مثل التبرع عبر موقع الحكومة الإلكترونية وعبر تطبيق بنفس. وأيضا تم تدشين المنصة التعريفية لصندوق الزكاة والصدقات واللي بتتواجد في مختلف المجمعات التجارية بالمملكة خلال الشهر الفضيل. وطبعا الهدف الأسمى لتلك المشاريع هو تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي والتعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أعمال الخير والعطاء.